النهارده حبايبي هنعمل مع بعض عصير الفراوله باللبن مشروب جميل جدا وفيه قيمه غذائيه رهيبه فعلا فتابعوا حبايبي كده لنهايه الفيديو عشان تشوفوا معايا عملت عصير الفراوله باللبن ازاي بصوا شكله جميل ازاي ولا القوام بتاعه قوامه تقيل وتحفه بصراحه احلى كوبايه عصير فراوله هتعمليها باللبن هتكون جميله جدا ويلا بينا نتابع ونشوف الخطوات مع بعض يلا بينا حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إخواتي وحبايبي في الله في قناتي على اليوتيوب أسرار الطبخ الاحترافي مع الشيف حلال وراي تعالوا بينا حبايبي نبدأ الفيديو الأول بالصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف حبايبي عليه العصير الفراولة باللبن إزاي آه أنا معايا دلوقتي نص كيلو من اللبن لبن مغلي وبارد يعني لسه مطلعا من التلاجة وعندي آه يعني كمية من الفراولة زي ما أنتم شايفين كنت شايلاها في الفريزر لسه بطلعها من شوية يعني سبتها لما تفك شوية أه إيه لحد ما فكت كده هو حتى هي يعني ايه هي معايا بي يعني بي بكسرها كده من بعضيها بحطها في الشفشة فبتعمل معايا على طول لان انا بطلعها يعني من ساعتين بنزلها من الفريزر ووصلت معايا للقوام دهوت فقلت بقى ايه قلت اللي انا عشان اوريها لكم برضو أوريكوا برضو ايه آه انا بعمل ايه فطبعا انا كنت مخزنه معاكم الفراوله قبل كده اهوت وشايلها في علب في الفريزر والكميه ديت يعني نص كيلو من نص كيلو من الفراوله بنحط عليها ربع ربع بنحط عليها ربع كيلو كده من السكر يعني 250 جرام كده ايه من السكر لان الفراوله بتحتاج سكر يعني فهنا بنحط بقى اللبن نص كيلو من اللبن وبعد كده هبدا بقى اللي انا يعني هزود هاخد بس بواقي اللبن لان اللبن اللي انا كنت بستخدمه لبن جاموسي فكامل الدسم يعني فقلت بقى اللي انا اخد البواقي اللي في في العلبه يعني في اللبانه فهبدا اللي انا اخدها يعني اقلبها كده بشويه ميه واحطها ايه في الخلاط آه زي بصوا بصوا كلها يعني لبن ازاي فاللبن جميل جدا بصراحه لما بجيب اللبن من آه ابني بيجيب لي اللبن من عند اللبان اللي احنا بنتعامل معاه فبيكون بيبقى كله خير بصراحه بيطلع منه قشطه كتير بصراحه برغم ان انا كنت شايله منه القشطه يعني بس زي ما انتم شايفين حتى في اللبانه كان عامل ازاي هنا بقى ايه حبايبي هضرب بقى كده العصير كويس اهو يعني هضرب ضربه كده ووقف ضربه ووقف لحد ما احس ان هو كله كده اختلط كده الفراوله اختلطت كده فابدا بقى لا اشغل ايه الخلاط بس في الاول بضرب ضربه واوقف ضربه واوقف مرتين ثلاث مرات وبعد كده بشغل الخلاط فالعرايسنا الجداد يعني تاخدوا بالكم كده اهوت علشان طبعا ما تبوظيش الخلاط يعني فتعملي بنفس الخطوات كده اللي انا ايه بعملها عشان تحافظي على الخلاط دلوقتي بقى ايه طبعا هو مش بياخد ضرب كتير يعني بس انا طبعا عشان الفراوله كانت لسه فيها سن التجميد يعني فعشان كده بضربه بس ايه شويه آه دلوقتي بقى ايه حبايبي هنبدا بقى ان إيه انا آه احطه بقى ايه في الشفشه آه اللي هو موجود على الرخامه وهنشوف ايه مع بعض هنعمل ايه يعني لو في بواقي يعني في شويه ميه في الشفشه هفضيهم في حاجه تانية آه عشان افضي في نفس الشفشه افضي العصير احط العصير يعني في نفس الشفشه أهو آه طريقة سهلة سهلة جدا وبسيطة على فكرة انت لو عايزة اللي انت طبعا انا حابة القوم بتاعه يكون تقيل زي ما هتشوفوه دلوقتي يا تقيل لا. فانت لو عايزة تخفيه آه لو عايزة تخفيه بمية آه تزودوا له ميه يعني تعبيه كميه العصير آه اللي هي الكميه اللي انا عاملاها دلوقتي بتعمل الشفشه ده بياخد رتل ونص من العصير لو انت عايزه تزودي نص رتل كمان اللي هو اللي موجود في قلب الميه يعني اللي انا حطاه على الرخامه ديت آه في الحاله ديت هيكون خفيف معاكي آه شويه يعني بس مش هيكون خفيف خالص يعني هيبقى يعني قوامه حلو يعني, يعني ولو انت طبعا انا كنت حاطه ربع كيلو من السكر لو انت مش بتحبيه يكون مسكر جامد فقللي السكر شويه يعني ممكن بدل ما نفس الكوبايه اللي انا بستخدمها ممكن تحطي 3 ارباع كوباية بس آه لو انت هتعمليه يعني نفس الكميه كده هوت ومش عايزاه طبعا احنا بنحبه يكون يعني في سيدنا مسكر كده فانت لو عايزه تقللي السكر بتحطي تحطي نفس الكوبايه اللي انا كنت مستخدماها ديت بتحطي هي بتبقى ربع كيلو يعني فانت بتحطي ثلاث يعني اربع كوبايه كده ايه سكر او ممكن تحطي يعني زي وخمسين جرام سكر كده يعني. لو عايزه تقللي سكر مية جرام ولا حاجه فمش بتحطي الربع كيلو كله يعني فممكن تحطي وخمسين جرام مع سكر ودلوقتي بقى العصير جاهز معايا هبدا بقى انا اجيب الكوبايه واصب بقى كده واوريكم ايه شكله بصوا بصوا العب بصو بصب العصير تقيل ازاي معايا فهي نفس المكونات دي ممكن تحطي عليها نص رطل ميه كمان فيطلع معاكي هيطلع معاكي اتنين اتنين رطل من العصير وهيبقى جميل جدا بس ما تكتريش ميه اكتر من كده يعني فبتحطي بتحطي يعني بتعبي كميه العصير بتطلع معاكي اتنين رطل فبتبقى حلوه وهتلاحظوا ان انا ما حطيتش ميه كتير يعني ما فيش ميه تقريبا يعني هي, هي الفراوله اللي انا حطيتها حطيت شويه ميه صغيرين وما حطيتش ميه كتير يعني اللبن حطيته في شفشه وخلط وما استخدمتش ميه كتير يعني فعشان انا كنت عايزاه يكون الفراوله عصير فراوله يكون تقيل و عندي في البيت يعني بيحبوه كده يعني فاتمنى حبايبي ان انتوا تجربوا الطريقه وان شاء الله كده الطريقه تنال اعجابكم واحلى عصير فراوله باللبن هتعمليه ان شاء الله وشايفين شكله جميل ازاي على فكره كمان الاضاءه مفتحه اللون هو اللون بتاعه كان اغمق سنه يعني ف بس هي الإضاءة آه نفس اللون ده كده لما جيت في الزاوية ديت هو نفس اللون بتاعه الطبيعي لما لما بجيب بالكاميرا التليفون في الوش فاللون بتاعه بيفتح بس هو ده كان لونه الطبيعي زي ما أنا عملته يعني وكنت شايفاه يعني فطبعا أنت لما ما تكتريش فيه مياه مية كتير يعني فهيكون محتفظ بنفس اللون الجميل اللي انتوا شايفينه دلوقتي حطيتي مية كتير هتلاقي اللون بتاعه فتح واللون بتاعه هيكون فاتح يعني وهيكون خفيف شوية فبس كده فاتمنى ان انتوا تجربوه وعلى فكره ممكن تعملي بنفس الطريقه وهو تقيل كده وتحطيه في قوالب الايس كريم وتحطيها في الفريزة هيطلع معاكي احلى ايس كريم ممكن تقدميه برده لاولادك هيتبسطوا بيه برده يعني انا نهاريا عملت لهم العصير ده وفضل شويه في الشفشه لقيت ابني جاب قوالب الايس كريم وراح مفضل باقي فيه وعملنا لنا ايس كريم بالعصير اللي انا, اللي أنا كنت عاملاه معاكم دلوقتي وكان احلى احلى ايس كريم بصراحه لما اتجمد كده كان طعم الايس كريم كان تحفه بصراحه يمكن يعني اللقطه دي ما تصورتش لان لقيت ابني فضاه يعني كده فما تصورش بقى الحته دي فبس حبيت ان انا اقول لكم عليها شكرا يا حبايبي السلام عليكم